أول شيء على مستوى الحضور الجماهيري بالتأكيد. لا ما في جمهور، إحنا عارفين ما في جمهور. ولكن حتى على المستوى الفني تأرجح المستويات بالنسبة لفريق الاتحاد تحديداً، نتكلم عن آخر موسمين من التاسع والعاشر وهكذا. الأهلي من بعد ما حقق الدوري بدأ ينافس على المستوى على المركز الثاني، ولكن بعيد جداً عن البطولة. هذه الفوارق اللي بعدت حتى البطولات، تتكلم حتى عن عصر البطولات سواء للأهلي أو الاتحاد، يبتعد عن آخر بطولة للأهلي 2016 والاتحاد ممكن قبلها بخمس ست مواسم. هذه الأفراح قللت يعني الحضور، قللت الشغف، قللت المنافسة، قللت حتى المتعة اللي منتظرة من هذا الديربي. ولكن تاريخيا يظل هذا الديربي ديربي مميز. يظل بس الديربي يعني شوف سلطان عشان ما توديني شرق وغرب. نعم. أنا أتكلم في جزئية محددة. مباراة الديربي زي شوف زي النصر والهلال، في احتمال النصر يفوز، في احتمال الهلال يفوز. نعم. ما هي مؤكدة الأحد، يعني ما في مباراة تقام بين الفريقين في ديربي الرياض أنت يعني تكون ضامن الفوز، رغم أن النتائج تكون عالية. يعني صح. شفنا الهلال فاز على النصر 4-1، ممكن تلاقي النصر يفوز على الهلال أيضا بنتيجة عالية. بس في الديربي يعني الاتحاد آخر مرة فاز على الأهلي في الديربي من 2012، يعني 8 سنوات ولا 7 سنوات، كثير. يعني أنا لو مشجع كل مرة تصير تتحمس تتحمس تتحمس، إحباط بإحباط بإحباط. السؤال ممكن بكرة تكون مفاجأة والاتحاد يكسر هذه التسلسل؟ دائما في المباراة الكبيرة الحالة الفنية لا تحكم حال المباراة. تاريخ الاتحاد والأهلي أعتقد يقلص كل هذه الفوارق في هذه المباراة، وتحديدا على الحضور الذهني، على شخصية الفريق، على رغبة الفريق، على حاجة المباراة والحافز اللي صنع من إدارة كل فريق. أنا أعتقد بحضور الفني للاتحاد وإن كان في أسوأ مستوياته في الفترة الماضية، والأهلي وإن كان متأرجح هذا الموسم، ولكن أعتقد أن بكرة الفرصة متاحة للفريقين بحضور فني. ليش أبو بدر؟ أول شيء على المستوى الأجنبي نتكلم، الأهلي في فترات سابقة كان يتفوق بدرجة كبيرة على الاتحاد على الأقل في 5 مواسم الماضية على المستوى العناصر الأجنبية المؤثرة والعدد كذلك في عدد الأجانب. نتكلم بكرة ممكن 3 أجانب في الأهلي، ساريتش وسوزا والسومة والاتحاد قروهي وكريم الأحمدي ورومارينه، فأعتقد في تكافؤ على المستوى حتى اللاعبين المحليين لما نقيسها بزاوية فنية أعتقد ما في فرق كبير. ممكن الأهلي يتفوق بشكل بسيط، ولكن الفوارق الفنية تظل مع الانضباط التكتيكي، تظل مع الحافز ومع الرغبة، يعني ممكن تغطيها بدرجة كبيرة. أعتقد الاتحاد وحضوره الفني مع كاريلي تحديدا من بدأ مباراة الهلال كان مع الفرق اللي تنافسه يلعب اللعب اللي هو اللي يتناسب مع امكانيات الاتحاد، اللعب على الكرات المرتده، اللعب على التحولات الهجوميه، وكان يظهر بدرجه كبيره. مع الهلال المتصدر الاتحاد خسر في اخر دقيقه بضربه جزاء، مع يعني كل الفرق اللي تنافس الاتحاد وتلعب معها الند بالند الاتحاد يظهر بشكل مميز من بدايه الدوري. اغلب خسائر الاتحاد واغلب مستويات الاتحاد على المستوى الفني واللي خسرها وخسر فيها نقاط بدرجه كبيره كانت الاخطاء الفرديه الشخصية من اللاعبين واضحة بدرجة كبيرة. ولو نستذكر على آخر مباراة كانت على أخطاء فردية بالنسبة لدفاع الاتحاد. أعتقد الحضور الفني غدا لفريق الاتحاد والأهلي هو من اللي يعني تتأكد اللي حيرسم نتيجة المباراة. وأتوقع كذلك أن الاتحاد حيكون له حضور مميز، تحديدا إذا شفنا الغيابات المؤثرة على فريق الأهلي. الأهلي يعني يغيب عنه يعني ليما اللي أعتقد أنه من أهم العناصر المؤثرة في دفاع الأهلي، تتكلم حتى عن غياب جانيني أو بلايلي، غيابات مؤثرة على الخارطة الأهلوية. في المقابل الاتحاد أعتقد الغيابات اللي موجودة على العنصر الأجنبي ما كان لها تأثير كبير. الحضور بالعكس يعني حتى وجود حمدان الشمراني، وجود زياد الصحفي يدعمون خط الدفاع، فممكن الاتحاد يظهر بشكل أفضل من المباراة الماضية مع أبها. الاتحاد في مباراتين سابقة كان يتقدم، ولكن التراجع هو من يؤثر عليه على مستوى النتيجة. تكلم مع الوحدة تقدم وخسر في آخر الوقت، تكلم مع أبها تقدم وخسر في آخر الوقت. في المقابل الأهلي شفناه في الحضور الأخير مع فلادان، لعبه 3 مباريات مع فلادان. الحضور الأخير تقدم الأهلي وكان عنده انضباط شيء تكتيكي، لكن في الشوط الثاني لما يعني وجد فريق الحزم يلعب بتحولات هجومية سريعة رجع الحزم في ظرف دقائق. دفاع الأهلي لا زال دفاع الأهلي تنظيم الدفاعي غير جيد. معتز هوساوي عودته أضافت كثير للدفاع الهلالي، ولكن لا زال معتز ما هو معتز سابق، يحتاج مباراة أكثر لكي يجيد هذا التنظيم. أراها زي ما ذكرت قريبة جدا فنيا، وإن كان الاتحاد برأيي أقرب للفوز.